انك في الاخضر عندي. مش مشكلة، هاي مش مشكلة هاي. بتنحل المشكلة. هاي صاروا اثنين يا قلبي. يلا يلا هات ناخذ حمولة على السريع 90 هيك نروق عليها، وحط لنا اغاني عبد ال شو اسمه؟ عبد الباسط حمودي. شو مالك عبد الباسط حمودي بتعرفوش؟ لا والله اول مرة ما صليت. انا مش عارف فيه اللي بغني، انا مش عارف فيه. هاي فتحت 90 يا جنبي. فيش 90، وين مكان مسكر التسعين؟ الحمد لله. هاي روح مولات عادي. وين راح يا زلمة؟ جوز زهق وفل. عيني معاه معلم. نعم. اذا بدكم تستنوني دقيقة، هاي الدقيقة وبجيكم. طيب احنا بنعطيك مكان وين صرنا احنا اذا بدك، شو رايك؟ نادي. يلا زيد حرك وراي. بدكش تاخذ حمولات؟ تعال معي. يلا روح. ها يلا انا وراك عم يزال. لا والله منورين. شوف كيف شكل الدينك ما شاء الله 115 وبس. خفف له سرعتك شوي لانه تريلاتكم انت سواري سهرون. وقف دير بالك في شباب. اهم ان شاء الله يستر من لقاك. يلا انا وقف. خمسة شهر ما خلينا على 16 يا قلبي. يلا يا صفوان شو صار معك؟ ايدي بتهز بالناقلة. وين احنا متعاطين ولا رايحين؟
صفوان وين صرت؟ كفو هاي بعمان انا بعمان؟ طب تعال على المفرق يلا هاي انا مستناه حتى حمول اشي؟ ولا اشي فاضيين يجي اسمع حرف الذال تطلع الاونلاين هي ولا بتطلع ايش؟ تطلع شو؟ ما طلعت ما طلعت؟ ولا بدها تفعيل؟ اه بجوز احنا لا بدها تفعيل صح اطلع له قدام اطلع 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 ضلك طالع ضلك طالع خلاص وقف لا مش مالك يا قلبي هذا صفوان صوته زي مالك مين مالك؟ من خانوا ليزا بالله عليك شوف الصف شوف 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 صفت شفرية تريلات يا معلم صوته زي مالك بعرفه بعرفه مالك اول ما تعرفت على الشاب هذا بحكي له صوتك زي مالك صفوان وين صرت؟ دقيقة بكون عندك يعني ضروري تبعد الصف يا يزن خلص بس 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 كمان شوي بس خلص الله يعطيك العافية كفو عاش 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 هاي بالمفرق وين انتو؟ خش شمال طريق وين؟ طريق ربيض؟ طريق ربيض جبنا الدوار قص هاش الزلمة مزبطين الدنيا كلها يعني جد يعني اللعب ايش يا صفوان شو وينه؟ خليك واقفين دقيقة اين واقفين؟ اين واقفين وضربين فلاش اب كمان هيو اجا طب ايوه يلا معلم وقف وقف دقيقة 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 واحدة دقيقة واحدة وين بدك تروح؟ اوعى تخش فيا اوعى الدربي دقيقة واحدة بس دقيقة واحدة دقيقة تقل من دقيقة ليش هيك اسمك؟ صفوان 1 2 3 3 9 3 ايوه عبدون شو بدك فيه؟ شو بدك تساوي يا زلمة؟ وين رايح؟ يلا اطلعوا يا زلمة الستيرنج يا زلمة انت على تحكم اعمل له سويته هلا جاهز طلع ليش بقية التريلا بدهم شو يسووها؟ شوف 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 الدقة بالنفس شوف اكترس لما يكون واثق بنفسه شرس يا حبيبي لاقك مش لاق مش لاق هاي فرامل حبيبي لا عليك ما اخذنا على سوريا على سوريا جدع مش لاق
تلزق فيا يا راحت التريلا. عدي 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 عدي، الله يسترنا الله يسترنا. شو ماله؟ الله يستر، راحت التريلا خلص الخط. انزل لك بالدبسة. ولا بتقلب هذا. انزل لك بالدبسة. ماشي ماشي. ماشي عبود، راح اجرب ان شاء الله، بكره بجربها بكره بجربها يا قلبي. بس اعطينا مسؤول فيها عشان اقدر ابن. استنى انت وياه، استنى لسه ما طلعتش من الحدود. عندين يلا هسه مستناه. بس بحلم فيا، ما هم بحلموا فيا يتابعوني ولا لا؟ حلو، عاش، 4 متابعين. حلو 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 حلو. يلا خلاص وصلت زين. يلا نطلع. خلاص بكره بسوي عليها المجموعة. بكرة بظبط الوضع بركب بينا. والله عاشوا 4 مشاهدات. زين على السنتين مسكر؟ ليش ساعد؟ ولا ثلث؟ يعني بنشوف اقرب مكان. اخو من وين طلع لي هوض؟ شلون اخو؟ من وين طلع هوض؟ اكلنا بند معلم. سوري 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 ام سوري ام سوري. اسماعيل سرقنا روبورت معلم، اكلنا شهر. تفضل. بند 3 اشهر، ايه 3 اسابيع اكلت. اكل بان؟ بانه ايدمان هذا ولا شو؟ شكله ايدمان اوف لاين. لا عن جد كيف ردوا بالسرعة هاي؟ ايه ادمن بس اوف لاين. طلع ادمن. بارك الله فيكم. جزاكم الله ألف خير. يلا يلا اطلع اطلع يا زين. 3 اشهر؟ 3 اسابيع. 3 اسابيع اكلت بنت؟ ثري وين. شو سويت؟ شو؟ روح اتكلم مع المشرفين. بدي اتذكر كله فصل عندي جهاز الالعاب
الدراكسون جي 25 كيلو فصلت عندي وانا يعني بعترف بالغلط. انا مره هيك تاكلت 3 ايام خصم لي اياها لاربع ساعات. قلت له فصل عندي جهاز الالعاب فجاه وانا يعني. يلا زيد وينه؟ يلا يا جماعه. يا سيدي اصلا يا معلم قديش انا مش ماكلي بندات من يوم ما اخذت من يوم ما اشتريت الحساب ما عنديش ولا بند. ما عندك ولا بند؟ اول بند 3 اسابيع مستحيل والله العظيم. انا زي ما بحكي لك خلاص شو تسوي؟ روح قدم طعن اترك سلميه بحكي له فصل عندي جهاز الالعاب الاجهزه المطلوبه في الالعاب اللي هو جي 29 فصل مره واحده. وانا اعترف واني نادم على الغلط الذي ارتكبته بحق اتجوز واحدة من خواتي كمان بالمرة. لا يا زلمة قصكم يا زلمة. والله انا هيك صحتين. والله انا هيك بسوي. مرة انا اكلت باند رحت للشركة قلت لهم واحد اثنين ثلاثة صحتين معلم على البند اللي اكلته صحتين. يلا يا خففت عنك العقوبة لمدة 4 ساعات. بالفعل نزل العقوبة. ايه غلطنا بالطريق. عكس هاي كمان بعد روح. انا بقول ارجع. لحظة. بلاش يكون لاحقنا يا قلبي. لا جاهز علي؟ والله يفكوا ليري انت سكننا انت تعبنت وحياتنا كلها بندات جدك تكفى. خربان يا لا يا يلا اطلع نجهز للأوفلاين من هسه ان شاء الله يسلموا وبارك الله فيه على البند اخو هالمكة. انا زي ما حكيت لك هو اكتب لهم هيك بحكي له يعني فصل عندي دراكسون جي 29 شوف اذا ما نزل بكره ببعتها بحكي له فصل عندي بعرف كيف بسموها ترجمتها كتبتها وبعتها قلت امر عاطل والله وتسكت معي حتى لو انها محفوظه الرساله اللي اخذت فيها بسبب الموضوع ولا لا أو حصل وضحين ثلاثة أسابيع ملون أبوه له بعيد والله يا عبود
بس انت من الظاهر طلعت المعلم قبل بعشر دقايق. اي والله اللي اعطاك بند هو لا مشوي. يلا ما انت قعدت ساعة وانت تجهز بالاخير لحالها ما اللي مريح. لا هو اذا بنعدله هاي الثلاث تصبر. يلا جوزت عن يزن خشيت فيه كيف طلع بودي بعرف ايش. طب انت مش منتبه على الماب مش مبين كان هذا سحلية هذا كفة سيدي سيدي اول بند شغلت لهم اغاني فتحت على جهاز الراديو ثلاث ايام ثاني بند اكلته ودخلت دخلت في واحد هيك طريق الموت دمرت الدنيا وثالث بند اكلته هذا عشان دخلت في الايد بند عند ابو اهله قلبته وبعديها نزل لي يوم اربع ايام والرابع قدمت بلاغ في واحد اكل بلاغ طلع البلاغ كاذب عشان بلاغي كاذب اكلت ثلاث ايام هلا هلا مو عشان يشوفني ايش اكل كوبي رايت يا معلم ايش احط اغاني بخاف ولا لا يا عم يزن احسن له اللي تشوف فيه كوبي رايت بدي اشارك الكوبي رايت يا عم عبود ولا وانا فيسبوك بحط اما اليوتيوب بخاف اكل كوبي رايت يا معلم كيف بدي اشارك الكوبي رايت خلينا يعني اذا ما زبطت على الفيسبوك بلكن زبطت معنا على اليوتيوب ولا لا؟ مزبوط 45 مشترك عندي يعني بس ها 42 ثلاثة اجوا جداد فتنا على لبنان لبنان ضع عرضه على السريع اعطاه بند على المطرح عشان لا رجع لفيرس ولا قدم لقدامي اللي يفتح طريق قلت لك يا قلبان منا ما شفت ايش محلق بالسماء طاير كيف يترجم عن جوجل يا عم اللي تحضروا الفيديو بعد الفتح
اتمنى منهم وصلونا ل 1000 مشترك، يعني انتوا اساطير وبتقدروا توصلونا ل 1000 مشترك خلال اسبوع. اتمنى منكم كبسة المشاركة وتفعيل الجرس ليصلكم كل شيء جديد، ولا لا يا عم فيصل؟ 100%. انا والله اساطير ما بيوصلوا، يعني كبسة الجرس واشتراك للقناة، ان شاء الله بنوصل 1000 مشترك خلال 4 ايام ولا اسبوع. انا بشوفكم لبنان، بعرفش بعد لبنان وين نروح. على تركيا. على تركيا ان شاء الله. تروح تدارو. تروح تدارو. كان هوا. نايم على الحقيقة أنا. نايم على الحقيقة. استطلال رسمي بيروت. ماشي وحالي للجير، انا بقول مال الشاحن ضاجع. هاي قطعنا الاشارة يا صفوان. انا لا يا اخي، بلاش ناكل النبات. لا الاشارة ما عليها باند. معقول؟ وين رحت؟ يمين ولا شمال ولا دغري؟ دغري. زي كيف زي اللي مع يزن عرباء عربايتي كانت. ايوه. طب وين رحت انت هلا؟ دغري. خفف خفف. شفتني؟ شفتك. يلا عدي عدي عدي، اطلع اطلع اطلع. عبود اكسب الصلاة على النبي. بقول لك ترجم عشان تحكي محفظ. انا حكي له والله، حكي له للشاب اللي عندك يدخل ويحكي معهم، يمكن تزبط معه الامور. راح تزبط يعني الان. بس مأخر يا قلبي عشان هيك. طبعا شباب دخلنا طرابلس علم نفوت هون على النبيت نريح، لانه بكره بنكمل. ماشي برضه احسن احسن يكون مقطع الفيديو قصير شوي. افضل. طبعا احنا وصلنا لبنان، هذه بكره بنكمل الجزء الثاني ان شاء الله. وشباب احنا طبعا هون وصلنا لبنان، لحديت هون بنكفي المقطع. بنتمنى منكم الاشتراك في القناه ودعمكم يا اساطير يا حلوين يا مامير. بنتمنى انه توصلونا 1000 مشترك ان شاء الله. طبعا انتم بتقدروا، يعني انا يمكن الشخص شخصي او اي شخص مستحيل، بس انتم بتقدروا يعني ان شاء الله. يعني بهمتكم يا حبايب القلب توصلونا لأكبر عدد ممكن، يعني والله بتقدروا، والله انتوا اساطير. فاحنا وصلنا هلا لبنان، نتمنى شيرات ولايكات وتعليقات حلوة للفيديو.
طبعاً إحنا هون قدام طرابلس. الله يعطيكم العافية. هذا مقطعنا لليوم، إن شاء الله الفيديو يكون أعجبكم إخواني حبايب القلب. أتمنى نكسب محبتكم ونتمنى أنكم استمتعنا معنا الطريق من الأردن لبنان. إن شاء الله بكرة من لبنان على تركيا.